Nas. Salma. Pizza. يو هما ياكلوا في البيتزا. شتي شنو هما البيتزا؟ تحب بيتزا انت نزدة سلمى؟ تحب بيتزا؟ مش قلنا كسكسي بيتزا في الليل نطيبها البيتزا بهي في الليل نطيبها يا ربي سيدي تو شو صرنا في البيتزا يا هاش نمشي نعم يا ريتني نظمت وحدي الداء يا سالم يا سالم مش كان نظمت وحدي الدار خير لي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانتم تتفرجوا فيها اليوم اكيد ذكرتوه الفيديو نتاع اليوم هو كملت الفيديو وقتها صورت مع صغار وخملوا الدار قلت لكم راهو طلبوا حاجه مني واكيد تعرفوها شنية وكلكم تقريب 99% من التعليقات عرفت ان صغاري طلبت بيتزا من الحاجات نتصور يحبوهم الصغار الكل مش حتى صغاري اني بركه معناها نتصور الصغار الكل يحبوا البيتزا قلت لهم يا ريتني خملت وحدي يا ريتني خاطر اني في بالي معناها عملت كسكسي نتذكر في الفيديو هذاك عملت كسكسي كان مانيش غلطه اي عملت كسكسي وقتها وعلى اساس معناها مش باش نطيب حتى شيء يعني ما في باليش باش نعمل بيتزا ولا باش نعمل حاجه يعني في الفوق نعمل حاجه عاديه وكهو كهو اللي تخديت بخاطرهم بصراحة ما نحبش بعد ما هم خذوا بخاطري ونظموا معايا الدار وكل شيء اني باش نقولهم ليه وكل لهني سالم قلت له بر امشي خد لي جبن قال لي لا نجيب لك تعمل مرقة قلت له لا والله تنعمل جبن في الاخر مشيت اني وياه قضينا اما شفته في بالي باش نعمل بيتزا معناها بالجبن مش صوص جبن باش نعمل جبن عادي معناها نشريه وكل ما مش بحذايا اللي يبيعوا جبن العربي الحقيقه باش ناخذ جبن عادي عاد غلطت في الجبن تا تشوفوه من بعد البنات مشيت اخذت جبن اش اسمه هو جبن شيدر ولا حاجه كيما هيك وليت اعمل صوص البيتزا صوص الجبن اللي عرفتها مني حاسي لو قعدوا معايا البنات وفيديو عادي بسيط عشويتي في الدار في بالي اني صدقوني في بالي باش نقعد نمشي نعمل مسكوات نشارك معاكم هكا فيديو نتاع مسكوات وحاجات كيما هكاك بعد تقريب البرنامج قلت خلي نعمل بيتزا اني والصغار ونعمل مع بعضنا فيديو هكا في الكوجينه لاني دخلت بعد ما كملت القضيه اني كل شيء حبيت نعمل خاطر يعني فما حاجات نعملهم في الليل وفما حاجات نعملهم في النهار كيما هذايا زيت اللبان البنات وكه زيت باش نعمل بيه وتحفون على الاخر بصراحة يضوي الوجه ومعناه تحس الوجه هيك يصفى بطبيعة طول المدة الحاصل وحبيت نوريكم لهني قلت فرد مرة خلي نوريكم الليكرون اللي حكيت لكم عليه المرة اللي فات برشا ناس قالت لي شنو اسمه برشا جاتني تعليقات عليه قلت خلي نوريه لكم هني قاعد نرجع في المكياج وكل عمل تاني وسلمى حصيله جابت لي المكياج قالت لي عمل لي هيك حاجات قعدت الله غالب تفسخت ظهر لي السيكونس نتاع انه سلمى هيك مش عملت لها هيك فولاره يعني زينت لها فولاره هيك وحصيله عملت لها هيك شويه مش مكياج بتبيع حاجات هيك بساط نتاع مرها فرحت بيهم على الاخر عامله جو هي تو بعد ما لعبنا انا وياها قمت كما قلت لكم باش نعمل الزيت ونركح وجهي شويه حصيلو قعدت نظلم ديما نستوي راني ديما حبيت نوريكم لهني الليكرون هذايا راهو تابع رنوشة خاطر برشا سالتوني وحتى كان ترجع تعليقات تشوفوا برشا جاوبت علي قدرت وحتى عفاف تعمل في تعليقات ما همش قاعدين يوصلوا لكم نعرش عليه تحط في رقمها كل ما مش قاعد يوصلكم الحاصل البنات اللي كرون راهو تابع رنوشة هذا هو اللي حكيت لكم عليه الحقيقه يهبل
هاك استعملته تو تقريبا، عندي جمعة نستعمل فيه. بصراحة يضوي الوجه على الاخر ويرطب الوجه، زاد اهم حاجة يرطب ينور الوجه على الاخر، لا يزرق لحتى شيء. اني بديت نستعمل فيه برغم عندي، باش نوريهولكم اللي عندي اس في اير. اوكي ها ديجا عندي هذا قريب هو يفرغ، استغنيت عليه وليت نستعمل في نتاع النوشة هكاي، حصلوا لا علينا. طيب ان شاء الله غدوة بلكش غدوة الأكثرية غدوة نعمل معاكم هكا فيديو، نحب نتلهو شوية بوجوهنا، خاطر كيما عنا الدار وعنا القضية وكل الواحد ما فيها باس يتلهي بروحه، خاطر بصراحة كيف تدخل في روتين ومسؤولية وكل تنسى روحك. ما فيها باس الواحد يذكر روحه، نذكركم تذكروني انك هيك تتلهب شوية بروحك. صدقوني البنات قديش تعطي موجات ايجابية كي تبدأ عاملة جو على وجهك وتبدأ يعني حتى شوية مكياج تتمكي. والله والله ما نكذبش عليكم، ساعات تجيني هيك بريود نحس روحي متقلقة على الاخر، نفسيتي هيك متقلقة شوية تعبة وكل شيء. والله البنات ندخل للكوافيز، ندخل بتنومي يعني نقعد على الكوافيز، نحط حاجة بحذية نبدأ نسمع فيها ونقعد، نعرفش هو عملت كريم، هو عملت ماسك، هو عملت مكياج، هو عملت هيك عملت هيك. والله نحس روحي نخرج من بيتي إنسانة أخرى، والله إنسانة أخرى. قديش تفرق معايا الحكاية على الأخر، يعني ما ندخلوش في حاجات اخرى، يعني يقول لكم اعملوا هكا ولا اخرجوا ولا، بخلاف الخرجه وبخلاف الواحد يبدل روتين وبخلاف وبخلاف وبخلاف، كي تتلهي بروحك شويه تجبد شعرك تعمل هيك قصه جديده. والله العظيم ما تتصوروش قديش فرحانه، عملت قصه جديده في هيك كوب جديده في شعري، قصيت القصه تصوروا انتوما، يعني حاجه هذية ما تصيرش مره في الفيل تنجم تصير، خاطر مانيش في العاده نقص قصتي، عملتها كيما اختي نادين. قديش بدلت لي نفسيتي، اي واحده فيكم تحس روحها تعبه شويه، تحس روحها متقلقه شويه، البنات حاجات بسيطه تنجم تعملهم ويفرقوا معاك على الاخر. ما نحكي لكمش على الكوب اللي عملتها في شعري، بصراحه بدلتني على الاخر، معناها حسيت روحي انسانه جديده بكل موجات ايجابيه، عامله جو على روحي. بصراحه الواحد اقل حاجه ينجم يفرح بها روحه ويتفكر بها روحه، حتى لو كان عندك صغار، حتى لو كان عندك خدمه، حتى لو كان انت عندك برشا اشغال معاك، تتفكر بروحك، تتفكر روحك وتحب روحك اهم حاجة. خاطر اذا حبيت روحك بكل تفاصيلك، معناها بالحاجات الباهية اللي فيك، بالحاجات اللي مقلقتك، اذا حبيت روحك صدقوني البنات تحس روحك في حياتك سعيدة سعيدة بالحق. اما اذا انت تحس روحك متقلقة، كان حاجة في بدنك، كان حاجة في وجهك، مكش حابة روحك، مكش فرحانة بروحك، مكش قاعدة تعطي في حق روحك، وما تحبش حتى تغزل روحك في المراية. اني يعني مريت بالمراحل هكوما بالطبيعة، ما نحبش حتى نغزل وجهي في المراية نقول تبدلت وهكا وهكا وبعد الولادة وهكا وهكا. اما كيف تقرر انك باش تبدل من حياتك وتحب روحك، كما قلت لكم حب روحكم اهم حاجة، تتشوفوا قديش حياتكم تحسوها محلاها وتحس روحك فرحانة في حياتك، وحتى الموجات الإيجابية اللي عندك نجم تبارتجيها في دارك، يعني مع صغارك، مع راجلك، يعني في وسط دارك، في وسط عائلتك، اك الموجات الإيجابية تخرج. أما كي تبدأ أنت ضغطة على روحك ومكش طايقة حتى شي، عرفتك اللي طايقة روحك لك طايقة حياتك، معناها ولا لو كل حاجه هذيك اللي فيك، يعني اللي انت مكش حابه روحك كيما نقولوا، تزيد كيف تخليها تبعثها، تبعث موجه سلبيه للناس اللي دايرين بيك، كان صغارك، كان داركم، كان اصحابك. يعني ديما خليوا رواحكم ايجابيين، حبوا رواحكم اهم حاجه، وتفكروا رواحكم باي حاجه تنجم تفرحكم، كان اي حاجة تنجم تفرحكم اعملوها. انا بالنسبة لي قاعدة على الكوافيز ونود هيك نعمل في المسكوات ودرشنية ودرشنية وكريم، وصدقوني قبل يعني نعمل اللي تتخيلوه، مسكوات طبيعيين وكل شيء نفرح بيهم على الاخر، يعني نوصل اقبل حتى كيجيو بحذايا صحابي البنات، حتى صحابي عائلتي كل يعرفوا الحاجة هذه، نشد نقعد نعملوا مسكوات ونعملوا المسكوات في وجوهنا وكل ملي اني صبية.
ميساج صغير هيك ليكم، حبوا رواحكم، تتشوفوا قديش محبتك لروحك تخلي طاقتك الإيجابية عالية، والطاقة الإيجابية ديك كما قلت لك تولي تنشر فيها للناس الكل، يعني للناس اللي دايرين بيك فما موجات إيجابية تخرج فيها. مش الواحد كيبدا هيك تحسه مهموم وحزين يولي يخرج في طاقة سلبية، راه ما غير ما تشعر تولي أي حاجة مقلقتك، تولي فما كد صغير في حياتك. حاسي لو حبيتك نحكي معاكم شوية ونحكي زادة ونطمر روحي، راه زادة حتاني كيفكم ساعات تجيني حالة هيك وهيك، أما كما قلت لكم حبوا رواحكم. وكما اني راني قاعده ننصح فيكم، راهو والله ننصح في روحي الحاجه هذيك، يعني كما نحكيها لكم نحكيها لروحي ونفكر بها روحي لا اكثر ولا اقل. ونرجع تو الفيديو متاعنا اللي ما فهمتش علاش دخلت فيكم الدخله هذه، اما نرجع الفيديو متاعنا وشوفوا بعضنا شو باش نحكي. الكلام اللي قلت الكل اللي حكيته لكم من الاول، قلت خليني في صلب الموضوع متاع الفيديو وفك عليا من الكلام الزايد معناها، وكل ما كل واحد فينا يعرف الحاجات اللي تفرحه كل بعد. قلت لي خلي بالك فما واحدة هيك توا متقلقة وعندها حاجة هيك مقلقتها شوية، المساج متاعها المساج متاعي اللي قلته بالك شكا يفرهدها شوية، انه انت لازمك تحب روحك. خلينا خليه مثالش الكلام اللي حكيته بالرغم انه خارج كما قلت لكم الموضوع، اما مثالش خليه صدقوني كنت باش نفسخه توا، اما مثالش حسيلو باش نعمل معاكم بيتزا اللي عملناها مع بعضنا 40,000 مرة نفس الروسيت ونفس الحاجات اللي باش نعملها، اما ميسالش المهم نطلع عليكم. ومدام صغاري طلبوها الله غالب اني نقدم في روتيني معناه اللي يصير معايا في النهار نعمله معاكم. ساعات كان نعمل فيديوهات خصوصي معناها للقناة هكا والتنويع، وكلما الأكثرية نعدي معاكم في نهاري العادي حتى لو كان الحاجات تتعاود ما مش مشكل. الحاصل والبنات هني عملت حضرت هاي العجينة متاع البيتزا كي تعرفوها كيفاش نعملها. عملت رطل فارينة عليهم مغرفتين خميرة فورية، يعني مغرفة سكر مغرفة ملح وكاسة حليب، حطيت عليه 3 مغارف خل، وعجنت الكل بالمي الدافي وشوية ملح كما قلت لكم حطيت وكهو، وفي الاخر حطيت مغرفتين زيت زيتونة، عجنتها وخليتها تخمر. ولاني خرجت مشيت قضيت على اساس باش ناخذ جبن يا اخي ما لقيتش الدجاج اللي ناخذ من عنده ما لقيتش، وليت خديت هذيا جبن شيدر. واني والله يا البنات لقيت وجمله اول مره ظهر لي نشريه، قلت له هذيا متاع بيتزا عنده الاخر المستحضر الغذائي وعنده هذا، قال لي هذا هو معناه يذوب لك. اكتشفت انه هو ضي الجبن شيدر شيدر هيك مش غلطه، يعني الحقيقه ما عنديش بيهم معناها نعرفهم شنو انواع جبونات جمله وكل مره شنو ناخذ، اما نورمال مو ضي ما يذوبش جمله يتاكل هكاك، يعني في بالي يتاكل نتاع فطور صباح ماهوش نتاع بيتزا. اما بصراحه بنين 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 على الاخر، الصوص نتاع البيتزا ردها لي سوب المحلاها فيها بنه ماهيش عاديه، قاعدين ناكلوا هكا وراجل يقولي فما بنه ماهيش عاديه في الصوص في الجبن معناها، قلت له راه ماهوش جبن. ان شاء الله تو قلت في معناها في كي نمشي نقضي رمضان، خاطر ما زلت ما مشيتش قضيت قضيتي، باش ناخذ وحده هكا كبيره نتاع جبنه ضاي، هي الطرف هذه شفتوا البنات اللي في يديا خذيتها ب7,000، صغيره هي ماهيش كبيره، قلت ناخذ وحده كبيره، هما يبيعوا في وحده كبيره معناها تنجم تفطر منها تعمل منها صوص، هذه بصراحه روعه اول مره الحقيقه نشراها وعجبتني على الاخر. تونو ناخذ وحده كبيره، تنقول لكم كان مشيت خديتها تنقول لكم منين خديتها، وهاكا تنجموا تعملوا صوص البيتزا. وما تغلطوش غلطي معناها ما تحطوش يعني من الاول بشرت على اساس باش نعمل بيها بيتزا بعد ظهرت جبن شيدر، يعني نورمال مو يتاكل ني معناها يتاكل ني ايوه مش غلطه معناها ما يذوبش. زيد قولوا لي في التعليقات. حصل وليت عملت صوص الجبن، صوص الجبن وحطيتها وكا حطيت شويه الجبن هكايا، قلت خليني نشوفه كان ذاب ذاب، حطيت تقريبا نصف الكميه وكا نشوف فيه يعني ما ذابش، وليت زدت حطيت وكا هو. اما هي بصراحه في بن نصف الكميه والاخر باش هكا نرشو من الفوق وكا هو. الصوص الجبن راني عملتها معاكم زاده كيف كيف برشا مرات،
تحطوا 500 مليلتر يعني نصف لتر حليب، عليهم 3 مغارف نشي، كعب عظم، وكعب عظم شوية ملح، شوية فلفل أكحل، وحكة كريم فريش، وتحطوا أي نوع جبونات عندكم. اللي يحب يبعد على المستحضر الغذائي، اللي ينجم ياخو أنواع جبونات بطبيعة ينجم ياخو. ما تعرفوا احنا قديش سوا من جبونات عنا، تو مثال الطرف هذيك اللي شريتها أنا 7000، 7000 ما تعملك حد شيء، معناها باش تعمل بيتزا لازمك تقريبا باكوك متاع 20 دينار جبن، عاد نمشي نشريها حاضرة واني مرتاحة. اما هوك عملت صوص جبن ونحط عليها الكمية اللي نحب متاع جبونات وتطيح لك بالباهي، باش نعمل 3 كعبات بيتزا يعني بها هذه صوص، هذه باش نعمل بها 3 كعبات تقولي مشخشخين على الدخل. كهو كملت لهني قصيت الخضرة، والصغار الحقيقة قصوا معايا الخضرة، قلت لهم خلي نكمل اني نعمل العجينة وكله، بعد يجاو نتوما عاونوني على البيتزا. الله غالب البنات العطلة كهو صغار ديما بحذايا، صحيح الفيديوهات يكونوا فيهم شوية فوضى معناها مع الصغار وكله مش كيما روتين وحدك، اما استحملوني الفيديوهات هذه وان شاء الله نرجع مع بعضنا الجمعة الجاية فيديوهات تحفيزية وفيديوهات يعني روتين بامتياز. ان شاء الله دوبا الجمعة هذه تكمل ونبداو الجمعة الجاية في روتينات تحفيزية ان شاء الله بقدرة ربي. لاني كملت العجينة كما شفتها خامرة بالباهي، خليتها تخمر تقريبا ساعة، ولهني بديت نحلفها. عملت لي العجينة 3 كعبات، اني راني لا نعملها غليظة لا نعملها جويدة، ساعات كي نحب نعملها غليظة كيما نتاع بيتزا تقبل هذيك والله تعجبني على الاخر، تبدا لا فيها صوص جبن لا فيها حتى شيء، تلقانا نحط فيها العظم والمعدنوس وكل شيء، تعجبني الحقيقة تبدا بينا حتى هيك. وساعات كان نعملها متوسطة، المهم ما نعملهاش جويدة خاطر الصغار ما نجموش ياكلوها، حتى كي نمشيوها كرسيرون ولا حاجة كي ياخذوا بيتزا تبدا عرفتوا كل تبدا جويدة، احنا الكبار نجمو ناكلوها الصغار ما نجموش ياكلوها، تبدا رهيفة برشا. نعملها متوسطة، الحوافي هاو كان نغلظهم شوية، وكل وسطان يبدا هكا يبدا له رهيف وله غليظ بطبيعة. عندي صوص البيتزا زادا حاضرة، هذيك صوص طومات حاضرة عملتها في الفريجيدير، مش اللي عملناها من رمضان، عندي صوص أخرى وكهو نكمل نحط لها بقية المكونات. ما مش حر الفلفل هذا يا سيل، مش حر هاي، كمل حط الرحلة متاعك. وني تعجبني
خساره طلع مش جبن تاع بيتزا طلع جبن يتاك الكيك اوي ولي الكيك وشوي جيتو بالتعفون تاع موفال في كلوفا بيزي ما عادش تقولي ياكلوا فا بيزي ما عادش تقول كي ياكلوا فا عم تربي المفارة باكا سالم قلت لك ما عادش تقول كيك حبوش اسمه عادي هكا هاو نحطوه في الفوطة بس هو قطوس قطوس هيك الحليب طيب تسح عليك تحرق ناخذ تحرق ها تحرقش هكا سي حطبت شو كان ما تبهي بكمون شو يعني في حنوت اشري شي جبن لصاحبي في حنوت متاع لعب تجيب بك لعب متاع فرنسا اول مره دقيقه نشوفها اما بصاتي ناخذ لك لعب اما نعم الثانية هذه متاع سالم زينها سالم خلي هو حط لها حط لها الطماطم حبة بيتزا كل اصحابك جا تقول بيتزا جايبين كيك البيتزا انا نحبكم برشا نحبكم برشا الناس ريت اش بعد يخلني هبي يا ريت مفتروني هاكا تقولي بيش حطيالي 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 بنات حطيالي يا ماما هاي 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 باش نعطي لولديه نكملوا هذه القصة.